حسام حبيب زي ما بيقولوا عليه، يا ما تحت السواهي دواهي. اللي هتسمعوه النهاردة وتصريحات حسام حبيب كارثية. اسمعوا معايا النهاردة حسام قال ايه مع عمرو أديب، وده طبعا كان حق الرد ليه بعد الاتهامات الكتيرة اللي جات له، خصوصا من بعد دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى. مجمل كل اللي قاله النهاردة هنتوقف عند كام حاجة معينة، ويمكن تسمعوا الكلام ده وتقولوا عليه لا ده بيستعبط قوي، او لا ده فاهم انه بيعمل ايه قوي، وممكن تتعاطفوا معاه وتقولوا ده شكله اتظلم، زي ما مرتضى منصور طلع النهاردة وقال ان الواد حسام ده واد غلبان، لكن شيرين واخوها من يومهم مدمنين. حسام حبيبي النهاردة عمل مداخلة مع عمرو أديب، وهو سأله ليه ما عملتش ولا أغنية من وقت ما اتجوزت شيرين. قال أنا لو كنت ركزت في شغلي كان زماني أشهر منها بكتير، وفلوسي كانت أكتر من شيرين بمراحل لما اتجوزنا. دي ست طبعا بيضحك عليها دايما. أغلب مشكلاتي مع شيرين كانت بسبب حياتها، ولما ظهر الإدمان في حياتها قلت لها يا أنا يا المخدرات. يعني بيعترف إن شيرين مدمنة، هي فعلا كل الناس أثبتت عليها إنها مدمنة. قال كمان كل اللي بيستفيدوا من ورا شيرين وعايشين من عرقها وشغلها كانوا عايزين يبعدوني عنها، وفعلا ده اللي هم عملوه. كمان حسام حبيب أقسم بالله إن أخو شيرين هددها بمطوة لما نقلها المستشفى، وضربها وسحلها وشتمها بأسوأ وأبشع الألفاظ. أخوها وصحابه ضربوها وكتفوها وفضلت تعيط في الشارع، وأيضا ضربوني أنا كمان، وأنا كنت خايف وبقيت متعقد بسبب شيرين. فلوس شيرين كلها في حسابات برا مصر، علشان هي مش عندها ولد وأهلها عايزين ينهبوها، وقال إن هي عايزة تأمن مستقبل بناتها، عشان كده طلعت فلوسها برا مصر. أخوها ده مش بيكلمها من سنين، وجاي دلوقتي عامل نفسه المنقذ وهو ما يعرفش عنها حاجة. كمان قال ان شيرين حاولت الانتحار بعد ما دخلت المستشفى، وقال كمان انها ولا بتاكل ولا بتشرب ولا عايزة تشوف حد، وفعلا بتموت حرفيا في الوقت ده، وكانت مضروبة علقة محترمة، وانا كمان انضربت زيها. عمري ما اخدت مليم من شيرين، انا واد متربي وابن ناس، وعمري في حياتي ما استغل شيرين ابدا، لا ده كمان انا متربي اكتر ما اني متعلم. شيرين طول عمرها مدمنة وبتشرب مخدرات من زمان وكل الانواع، لكن مش وصلت للمرحلة التالتة وهي معايا، وصلت للمرحلة التالتة وهي مع اصحابها. انا بريء من ادمان شيرين عبد الوهاب، ومستنيها تقول الحقيقة لان بصراحة اتظلمت. انا لو السبب في ادمان شيرين كان زماني بقيت زيها، لكن انا اهلي مربيني ناس محترمين ومش هيسمحولي أعمل كده. والليلة اللي أخدوا فيها شيرين من شقة التجمع الخامس، اتفاجأت بواحد فاتح مطوة وبيقول لي لو ما بعدتش عنها هخلص عليك. وانسحلت وانسحبت من شعرها بالبيجامة، وكمان ما كانش معاها شبشب علشان يعالجوها، ولكن أنا حاولت أهدي الموقف، شتموني وضربوني أنا كمان. أخوها وأصحابه دخلوا عليا بالمطاوي وضربوني وكتفوني، وأنا طبعا كنت لوحدي فما قدرتش عليهم. حسام قال إن أهلي صعبانين عليا جدا بسبب الشتيمة اللي بياخدوها بسبب شيرين، وقال لأخوها اتقي الله في عرض أختك، أنت بتفضحها وأنت أصلا أنت اللي مدمن وطول عمرك بتشرب، وأنا كنت قريب من شيرين وعارف ده كويس. وقرر يقدم بلاغ ضد أخو شيرين عبد الوهاب، وقال عمري ما هتنازل عن البلاغ ده. حسام حبيب أكمل كلامه وقال إن هو وشيرين بيتعذبوا عشان بيحبوا بعض، لكن اللي حواليهم عايزين يحرموهم من بعض، وقال إن شيرين قصت شعرها في نفس اليوم اللي طلبت مني الطلاق وأغمى عليا أول ما شفتها، ما قدرتش أشوفها بالوضع ده. كمان اتكلم عن والده وقال انا مش هخلي والدي يعرف عني حاجة، لانه كان سبب في مشاكل كبيرة حصلت لي. رأيكم في مجمل تصريحات حسام حبيب؟ يا ترى هو صادق بجد واهلها اللي بيضحكوا عليها، ولا هو عرف فعلا يسيطر على الجمهور بكلامه؟ رأيكم مهم جدا. سلام.